الأحزاب السياسية الكثيرة من مكانتها بسبب التصدعات المختلفة التي مستها، مما استدعى الحديث عن مستقبل الحركات الإسلامية في ظل التحولات التي ستشهدها الساحة السياسية. نتابع تفاصيل هذا الموضوع في تقريرنا مالك. تضررت صورة الإسلاميين كثيرا عقب أحداث التسعينيات، غير أن ذلك لم يمنحها من أن تشكل جزءا هاما من الطبقة السياسية والنسيج الاجتماعي بإثبات وجودها في خضم الحراك السياسي ومحاولة لعب أدوار في ظل رؤية تنسيقية مشتركة. المشكلة في تصوري أن نبقى دائما في عملية استقطاب، أن يستقطب التيار الديمقراطي أتباعه والتيار الوطني أتباعه والتيار الإسلامي أتباعه، ونرجع إلى نقطة الصفر في صراع بين الأقطاب الذي لا يخدم الجزائر في هذه المرحلة. مستقبل الإسلاميين أكيد مستقبل مهم جدا لو أتيح للعملية أن تكون العمل السياسي أن تكون عملية ديمقراطية حقيقية شفافة في ظل مؤسسات تحمل العملية الديمقراطية. أكيد سيكون للإسلاميين موقع مهم جدا في مؤسسات الدولة سواء كان في حين يعاب كثيرا على الطبقة الإسلامية أنها دفعت ثمن الانشقاقات التي طالتها، ما يستوجب عليها التحرك نحو جدار الوحدة، خاصة وأن حرب الزعامة بين قياداتها نسفت أي مشروع وحدوي، وهو ما تجلى في الحرب الكلامية الدائرة بين عبد الرزاق مقري وعبد الله جاب الله. الشيء الغير يعني غير مرضي هو الانقسامات والانشقاقات التي حدثت في الصف الإسلامي وفي الأحزاب الإسلامية، فهذه نقطة سوداء في جبين الأحزاب الإسلامية والحركات الإسلامية. لا بديل للأحزاب الإسلامية إن أرادت أن تكون لها صوت مسموع وأن تكون لها قوة في الساحة السياسية، لا بديل لها عن أنواع من أنواع التعاون، سواء التحالف أو الوحدة، سواء كانت هذه الوحدة وحدة اندماجية أو وحدة تنسيقية. أعتقد أن الجميع الآن يشعر بالمسؤولية ويشعر بالذنب في اتجاه الوحدة الإسلامية. فمستقبل الحركات الإسلامية في الجزائر أصبح بين مد وجزر في ظل ميلاد جملة من التحالفات والمبادرات التي أصبحت تعج بها الساحة، فكيف سيتموقع الإسلاميين في ظل أعقاب الرهانات السياسية القادمة؟